حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. تنفيذا للبرنامج الحكومي، ملامح الإعمار تتضح على شوارع العاصمة بجولات متابعة مستمرة. المولدات الأهلية، جدلية التجهيز والأسعار في كل عام، أزمة مستمرة للمواطن والدولة معا. نزيف المليارات التي كانت في عهد الحكومة السابقة، اليوم يراها المواطن بين إعمار وإصلاح للمشاريع المتهالكة. فملف الخدمات والإعمار الذي وجهت حكومة الخدمة الوطنية ببوصلتها عليه يتم تنفيذه الآن بالتتابع، تمثلت بجملة خطوات منها فك الاختناقات المرورية بتوسعة الشوارع ورفع السيطرات، وكذلك فتح بعض الطرق التي كانت مغلقة أمام المواطنين منذ عقود. أما على صعيد البنى التحتية، فالجهد الخدمي يستمر بعمله في شوارع العاصمة وكذلك مداخلها، وآخرها الجولة التفقدية لرئيس الوزراء إلى طريق الرابط بين بغداد والموصل ومتابعة سير العمل هناك. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فأن المولدات الأهلية التي مثلت جزءا من الحلول لمشكلة الكهرباء المستمرة في العراق ما تزال هي الأخرى مشكلة بحد ذاتها. فجدلية ساعات التجهيز بالتيار ونطاق الأسعار والتزويد بمادة الغاز هي عناوين بارزة لمشكلات مستأصلة في جسد هذه المنظومة الثانوية. وعلى الرغم من جولات التفاوض بين المحافظات أو الحكومات المحلية وأصحاب هذه المولدات الأهلية، إلا أنها كما يبدو حلول لم تسفر عن تصفير كامل المشكلات. إذن مشاهدينا، حملات الإعمار التي يشهدها الواقع الخدمي أشاد المراقبون بالتقدم الواضح خلال مدة زمنية في المرحلتين أمام قبل الموازنة وبعدها، تمثلت بتحسين الواقع الذي شمل الكثير من مدن ومناطق العاصمة بغداد ومداخلها. والمزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشماري. إيلاء الحكومة ملف الخدمات والإعمار اهتماما خطوات يشيد بها المراقبون، خصوصا وأن الحكومة الحالية بدأت مشوارها الخدمي قبل إقرار الموازنة، حيث كان تمهيدا لمزيد من المشاريع والعمل على إصلاح المتهالك منها، ليركز الجهد الخدمي والعمراني على شوارع العاصمة المنسية من الإعمار، لا سيما مداخلها التي تربط المحافظات الأخرى. أنا أعتقد السيد السوداني الآن هو يصب كل اتجاهاته وأولوياته في خدمة أبناء الشعب العراقي، وضمن البرنامج الحكومي وكذلك الأيام الحالية حقيقة هنالك انطلاق الموازنة الاتحادية اللي مناقلاتها وخصوص تقديم الخدمة لأبناء الشعب العراقي. فمداخل العاصمة تشهد جولات ميدانية تفقدية مستمرة، وآخرها موقع مشروع تطوير مدخل بغداد الموصل لمتابعة سير العمل والجهود المبذولة من قبل الجهات المتنفذة والمسؤولة، التي وجهت بضرورة تكثيف الجهد للعمل بجدية وعدم المماطلة لكسب الوقت وفق الجدول الزمني المرسوم، من أجل اتساع دائرة الإصلاح العمراني وإنجاز المشاريع المتبقية. هناك جانب مهم جدا في الجانب العمراني، مداخل بغداد. بغداد تعتبر هي عاصمة العراق، وبالتالي يعني مداخلها يجب أن يكون هناك اهتمام كبير جدا بها. لذلك أنا أعتقد أنه الاهتمام بإنشاء بوابات جديدة لمداخل بغداد هو أمر مهم جدا، ويعطي انطباع عن يعني الخدمات التي تقدم، وبالتالي يعكس صورة إيجابية عن عاصمة بغداد، سواء كانت يعني أبناء المحافظات الأخرى أو حتى أبناء بغداد أو حتى الجهات الأجنبية أو العربية والإسلامية التي تأتي إلى العراق وإلى بغداد. فما تزال خطط إصلاح البنى التحتية مستمرة، خصوصا وأن هناك خطة كبيرة لفريق الجهد الخدمي لمشاريع جديدة يتم توزيعها بين المحافظات بحسب ما ذكر محافظ بغداد، بعد أن خصصت الموازنة مبلغ 400 مليار دينار للخدمات. فالتغيير الملموس لدى المواطن تحت مجهر مراقبته لأعمال الحكومة في تحسين واقع الخدمات. نهى الشمري، الأيام.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سويتان بضيفنا الكريم في الاستوديو محافظ بغداد السيد محمد جابر العطا. أهلا بكم سيادة المحافظ. بداية، شلون العاصمة أو مسؤولية العاصمة، شلونها بغداد؟ يعني تحتاج يمكن هواي شغل. يا الله، أولا أحييك وأحيي جميع مشاهدي الكرام وزملائك في هذه القناة الكريمة. حياك الله. أكيد المحافظة بغداد سكانيا تمثل ربع العراق، تقريبا 24% عدد سكان في بغداد، وهذا العدد يزداد في أيام النهار لكثرة الوافدين إلى داخل العاصمة بغداد، وقسم يعني يصير حوالي مليون تقريبا عندنا يدخل يوميا إلى بغداد ويخرج من عندها من ولاية المحافظات. فبغداد تعتبر كبيرة من حيث الواقع السكاني، وهذا يحتاج خدمات لهؤلاء الداخلين أو الموجودين أصلا. فتعداد سكان بغداد تقريبا 9 مليون نسمة، وقلت لك مع هذا الزيادة حوالي مليون نسمة يوميا، فصار حوالي 10 مليون نسمة. هذا الرقم يمثل تقريبا ربع سكان العراق 24%، وعلى هذا المستوى يحتاج لنا خدمات كبيرة وكثيرة، لأنه أكو كثافة سكانية موزعة داخل المحافظة بغداد، وأكو تضخم سكاني، وأكو أصلا مناطق أصبحت فوق الحد المسموح به إذا أكو حسابات على المتر مربع توزيع السكان وشيء، أصبح عندنا تضخم سكاني كبير داخل محافظة بغداد، ويحتاج إلى سحب هؤلاء السكان إلى أطراف بغداد. هذه كل التحديات تتحدث بها سيادة المحافظ، وكل هذا معناه أكو خدمات أخرى يعني أعباء إضافية تحتم على جميع القائمين بتقديم خدمات، بإضافة كثير من الجهود في سبيل تقديم الخدمات وما يحتاجه هؤلاء الموجودين في محافظة بغداد. جهود إذن تحتاج كبيرة للقيام بكل هذه الخدمات وتقديمها لأهالي بغداد أو الوافدين، لكن الإرادة موجودة، القدرة والإمكانية موجودة حاليا لدى الحكومة، لدى الملاكات بالأجهزة المختصة لتوفير هذه الخدمات بتوقيتات مناسبة؟ نعم، تقريبا المحافظة بغداد أو كل العراق تقريبا تأخرت بها الخدمات الحقيقية فترة طويلة. يعني هل يعقل من العاصمة بغداد من الثمانينات لحد هذه الفترة لم ينشئ أي جسر عبر نهر دجلة؟ الآن صارت أنه توقيع عقود أو دراسات للتصاميم جسرين على نهر دجلة، واحد في منطقة الكرادة والآخر في منطقة الزعفرانية. وبغداد بهذا خلينا نقول الضيق والازدحام المروري الموجود في الطرق والشوارع الموجودة يحتاج إلى أكثر من جسر، ولا توسعة مرورية من ناحية إنشاء طرق أخرى بديلة وطرق يعني خلينا نقول حلقية حول العاصمة بغداد. الدراسات المقدمة من السبعينات، احنا في نهاية الثمانينات احنا المفروض عندنا 5 طرق حلقية في نهاية الثمانينات. نعم. 5 طرق حلقية حول العاصمة بغداد، واحنا لحد الآن اليوم الآن في تحت الدراسة لإنشاء الطريق الحلقي الرابع اللي هو طوله 100 كيلومتر حول المحافظة بغداد، وهذا معناه أعباء أخرى. كانت المساحات موجودة، كان عمل أسهل لأنه تجاوزات ما موجودة، مناطق فارغة الآن أصبحت كلها عبارة عن مدن، تعال أدخل في هذه المدن لإنشاء طريق الحلقي الرابع. طيب، مع العلم مفروض الآن نبدأ نخطط إلى الطريق الحلقي الخامس. هذه النقاط كانت مشاهدة سابقة لكن تلكأت كثيرا هذه المشاريع. خلينا نبدأ مثلا من مشروع حاليا مدخل بغداد الموصل، تلكأ بي الفترة السابقة بالحكومة السابقة لكن اليوم انطلق بشكل جدي. في زيارتكم الأخيرة أو الأمس يمكن مع دولة رئيس الوزراء، كيف لاحظتم نسب الإنجاز؟ ممكن أن ينجز هذا المشروع بالتوقيتات الزمنية اللي حددتوها سابقا؟ أولا احنا متواجدين في هذا المشروع، إذا ما يكون يومي احنا متواجدين على مدار الساعة، إما يكون المحافظ أو أحد المسؤولين في المحافظة أو حتى رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هذه المرة الثانية ليزورها شخصيا ويتابع سير الإنجاز ويحدد ما هي المعوقات والمشاكل وكيفية التعامل. أكو تفاصيل جزئية، أكو مثلا أحد استحداث طرق بديلة، الآن وصلنا إلى مشكلة إن تحويل الحمولات العالية خارج هذا الطريق، بعد ما تدخل على طريق بغداد موصل
المفروض اكو طريق اخر يعبر، لانه ما نقدر نشتغل في ظل هذه الاحمال العاليه، لازم عندنا طرق بديله الان بدنا ننشئها، وحيكون تقريبا من يوم الخميس باستخدام طريق اخر بعد الحمولات اللي هي هاي اثناء العمل بهذا المشروع. هو بهذا المشروع الان. طيب اذا انجز تحول هذا الاحمال الثقيله، خلينا نقول الشاحنات الكبيره واللوريات، هي اكو مشكله بهاي الشاحنات، يعني التريلات اللي شايله هاي البضاعه الكثيره وباوزان ما ملتزمين بها، يشيلون اوزان فوق طاقه حتى الشارع. بعد ان يتم انجاز هذا المشروع ممكن ان يكون هناك نصب قبان ارضي ميزان. الان العمل جاري لنصب الموازين بصوره صحيحه واختيار المناطق الصحيحه لنصب هذه الموازين بحيث تكون ضمن المواصفات العالميه، كل شيء له قابليه تصميميه. يعني هذا المنشأ اذا كان يتحمل خلينا نقول 10 طن ما ممكن تحمله 100 طن، اكيد يعني انت مصمم على 10 طن فتحمل 100 طن وينهار بعد ذاك المصمم مسؤول، قلت انت انا مصمم على 10 طن، واكو مواصفات عالميه لانشاء الطرق واكو حدود تمشي عليها. اعلى حموله المفروض بالعالم هي ما تتجاوز اللي 70 طن، والان تجينا حمولات اكثر من 100 طن، وهواي نسمع يعني الناس انه سيارتين او ثلاثه وتوصل الى اربعه من شاحنات تحول بشاحنة واحدة على الحدود العراقية وتدخل. معناها دول العالم التزمة بأنظمتهم وعدم استخدام حمولات عالية تسيء وتدمر الطرق الموجودة عندهم، ولكن مع الأسف أن تدخل العراق ليس هناك ضابط ولا رادع لهذا الموضوع، ولهذا قبل افتتاح هذا المشروع يجب أن يكون الموازين منصوبة وماخذة دورها وتعمل بصورة صحيحة. بعد ما ممكن نسمح بهذا المشروع اللي حيصرف عليه مليارات يدمر بطريقة عبثية بهذه الطريقة. طيب توقيت الزمني محدد يمكن سنة واحدة لإنجاز هذا المشروع؟ لا سنتين. سنتين. طيب سابقا هذا المشروع أو غيره واجه تعقيدات تحول إلى مشروع متلكئ. من خلال جولاتكم حضرتك ورئيس الوزراء لاحظتم أي تعقيدات تواجه هذا المشروع لو تم حلها بشكل كامل؟ هو مو مشروع متلكئ. المشروع متلكئ معناه أكو نسميها يعني قصور من جهة معينة. وعادة القصور يحمل به الشركة المنفذة. إذا ما قامت بدورها نسميه مشروع متلكئ ونضيفه على المشاريع خلينا نقول القائمة المتلكئة وبعدين نحول إلى القائمة السوداء. هذا أكو خلل في أصل الدراسة وأصل التصميم. هذا كان معاد لدراسة أنه مجرد خلينا نقول إحنا نسميه قشط وإعادة إكساء. ولكن انه كانت انه كان محول سابقا من 2019 انه نصب موازين. والموازين تتحملها وزاره الاعمار والاسكان، ولحد هذه الفتره ما نصبت الموازين. فشفنا اذا انه باعتبار كقانون انه نعيد اكساء ونعيد قشطه واكساء واكو موازين، نعم مسيطر عليه، لكن بالنتيجه العمليه ماكو سيطره على هذه الحمولات العاليه، فنجب الى التصميم الى يعني نتعامل مع الواقع الحالي، نتعامل بطريقه بحيث نامن لنا هذه الشوارع اذا بنينا وصرفنا عليها مبالغ جدا عاليه كيفيه اداره السيطره عليها. فتم اعاده تصميمها، توسعه الشارع وصب بماده الكونكريت وبطريقه حديثه تعتبر طريقه يعني جديده تستخدم تقريبا اوائل بفرش بطريقه الكونكريت بطريقه تقريبا هي الطريقه اللي تستخدم عاده في المطارات. مو بالعالم مو تعتبر فد شيء جديد، ولكن بالعراق يعتبر انه ادخاله فد شيء جديد. يعني نتامل انه ما ينهار هذا المشروع او الطرق يعني بعد كم سنه من استخدامه. يعني اكو مكتب استشاري يتابع هذا الموضوع، وعدناه بطريقه هذا اعاده تصميمه بما يتناسب الحمولات العاليه اللي ما حد الان غير مسيطر عليها، هو اللي اخرنا. ولا كان اسهل ما يكون ان قشطه وان بلطه وتمشي الامور مثل المشاريع السابقه. طيب لكن ممكن ينهار بعد فتره قريبه. طيب مراقبه حركه الاعمار من قبلكم، من قبل هذه المتابعه الميدانيه من قبل المسؤولين حاليا خصوصا رئيس مجلس الوزراء، لا اي درجه ساهمت بتعضيد انجاز هذه المشاريع سواء مشروع مدخل بغداد او مداخل بغداد او بقيه المشاريع الاخرى؟ في بغداد توجد لدينا مشاريع استراتيجيه، واحد هذه المشاريع الاستراتيجيه هي مداخل بغداد.
والآن احنا عندنا تقريبا 6 مداخل في بغداد، ودولة رئيس الوزراء أمر إلى عقد يعني اجتماعات مكثفة لمعالجة هذه المداخل، وثم انه انشاء بوابات تليق بالعاصمة بغداد. ولكن احنا نريد نشوف انه وضع المشروع شلون حيكون على مود اختيار الطريقة الصحيحة لنتعامل بها مع هذه البوابات، لان حتى اكو جهة اخرى حتمسك ادارة هذه البوابات اللي هي وزارة الداخلية. عندنا 6 مداخل في بغداد رئيسية، وعندنا مشروع استراتيجي اخر هو المستشفيات، والان ايضا هم ذاك الاسبوع قبل العيد بايام زار دولة رئيس الوزراء احد المستشفيات وطلع على نسمة انجاز. هذه الزيارات المستمرة من قبل رأس الحكومة او بقية المسؤولين من قبلكم مثلا، الى اي درجة تساهم ب يعني جدية تنفيذ هذه المشاريع؟ يعني انت منشوف انه يعني اعلى هرم بالدولة يتابع هذه التفاصيل الدقيقة ويجلس مع ابسط مهندس ويبدي الان يعرض له ويشوف انه وين حيكون يتأخر عند هذا المشروع. في موضوع المستشفيات كان عندنا عدة نقاط وعقبات، وكان حاضر معالي وزير الصحة مستشار رئيس وزراء لشؤون الصحة مع يعني طبعا محافظة بغداد بكل خلينا نقول كوادرها، مع الشركة المنفذة، مع المكتب الاستشاري، أين النقاط التي ممكن توقف هذه المشاريع وتأخرنا. والآن احنا الآن في سبيل يعني ما يوقف هذا المشروع في نقطة معينة ويصير انه تلكؤ مثل ما تفضلت او تأخير في الوقت. احنا نريد انه المشروع ينجز في وقته. احنا عندنا الان مشاكل في مشاريع استراتيجية، عندنا مشاكل توقف المشاريع وصارت بين دثارات، عندنا مشاكل تغير صرف سعر الدولار، عندنا مشاكل عالمية، مشاريع هذه متعاقد عليه من 2014 والسعر العالمي الان تغير. احنا المستشفيات دني من تجهز الاجهزة مالتها في سنة صنع في يعني سنة الصنع تكون في يوم الافتتاح. بس رغم يعني كل هذه التعقيدات يعني خصوصا مشاريع المستشفيات، لكنها اعتقد ماشيه بشكل طبيعي حاليا، اكو انجاز بالمشاريع المستشفيات. طبعا يعني الحمد لله احنا عندنا 4 مستشفيات، 3 من عندهم يعني خلينا نقول بها يعني انسيابيه جدا عاليه. اكو عندنا مشكله مع مستشفى النعمان، الاهم من ايضا تدخل دولة رئيس الوزراء لحل هذه المشكله في سبيل ان تنجز في الوقت المحدد لها وبها خطه عمل في سبيل انه يعني اكمال هذه المشاريع. مشاريع تعتبر يعني استراتيجيه ومهمه اللي هي مستشفيات، واحنا الان عندنا نقص مستشفيات، نقص الآن كبير محافظة غداد الان بصدد انشاء هذه المستشفيات المهمه. يعني الان اذا ان شاء الله على السنه القادمه حيضيف لنا يعني 800 سرير 400 سرير في الحريه و200 في الشعب و200 الفضيليه فقط على محافظه بغداد، مع مستشفيات اخرى تقوم بها وزاره الصحه، مستشفى المعامل ومستشفى الحسينيه، واكو الان ايضا مشروع مستشفى النعمان، مع اكو مستشفى اخرى تعليمي تابع لوزاره التعليم العالي متوقف من فتره هي 600 سرير. ذني اذا حاولنا نكملهن محافظه بغداد ان شاء الله حتنجز المواعيد مالتها وتفتتح هذه المشاريع في خلينا نقول منتصف العام او بدايه العام المقبل مع قسم عدم منتصف العام. ويكون عندنا نقله نوعيه لهذه المشاريع الاستراتيجيه. مع العلم محافظه بغداد ايضا عندها مشاريع اخرى، عندنا انشاء مستشفى جديد للامراض السرطانيه في مدينه الطيب، مع انشاء مستشفيات اصلا في الاخضر والنواحي التابعه لمحافظه بغداد في سبيل انه خلينا نقول التغطيه الصحيه لكل مواطنين محافظه بغداد. هذا بس بالانشاء، ولكن الان عندنا تاهيل هذه المستشفيات. الان محافظه بغداد داخله مع وزاره الصحه لتاهيل مستشفياتها الموجوده. هذه المستشفيات منذ فتره طويله لم خلينا نقول تدخلها الصيانه والتاهيل بشكل دوري، واصبحت مستشفيات متهالكه لانه الخدمه مجانيه 100%، واكو عجز في وزاره الصحه والاداره الصحيه لادامه هذه المستشفيات. ولهذا دخلت محافظه بغداد وان شاء الله تقوم بتاهيل 10 مستشفيات اللي تابعه الى وزاره الصحه. طيب هاي بالنسبه للمستشفيات، ماذا عن مشاريع الصرف الصحي؟ حضرتك كان قد اعلنت سابقا ان 5 مشاريع للصرف الصحي لحالتها للتنفيذ قريبا، لكن ما مدى استراتيجيه هذه المشاريع؟ الان في طور التحليل ودراسه الاسعار للشركات المتقدمه لهذه المشاريع، هي مستشفى ابو غريب، عفوا
مشروع الصرف الصحي لأبو غريب ومشروع الصرف الصحي للنهروان وناحية الوحدة وسبع البور وفي قضاء يعني منطقة الراشدية قضاء يعني مقابل منطقة الحسينية ناحية الراشدية. هذه أكو عندنا حننشئ فيها مناطق للصرف الصحي وذني تعتبر مشاريع استراتيجية وبكلفة عالية جدا. الآن أكو دراسة لأن هذه مبالغ عالية و يعني خلينا نقول يجب أن تكون دراسة معمقة والتدقيق لأكثر من مرة في سبيل أنه السيطرة على جودة العمل وعلى نوعية المواد الداخلية وعلى الأسعار اللي الآن المعروضة والمقدمة من قبل الشركات. الآن أكو في طور الدراسة وإن شاء الله قريبا يبدأ تنفيذ هذه المشاريع. طيب مشاريع كبيرة وهنا أقرت الموازنة، دخلت الموازنة حيز التنفيذ، لكن مع إقرار الموازنة هل سنشهد تسارع بإنشاء هذه المشاريع باعتبار أنها تعثرت قليلا؟ مأمنة لهذه المشاريع الاستراتيجية أموالها وما عندنا مشكلة في كل المشاريع اللي تعمل في بغداد، ما عندنا مشكلة مالية لأنه إحنا يعني موزعين أموال على حسب المشاريع الموجودة. وبالعكس إحنا نحث الشركات والعاملين على أنه انجزوا مشاريعكم بسرعة وأخذوا أموالكم لأن ما عندنا مشكلة مالية. هاي في موازنة 22 23 لحد الآن مجدي تعليماته، الآن في دور في طور تقديم المشاريع من قبل كل الأقضية والنواحي إلى وزارة التخطيط لإقرار هذه المشاريع والمصادقة عليها، لأن المصادقة هتكون من قبل وزارة التخطيط. المشاريع اللي يعني خلينا نقول الآن في تحت إيدنا لتقديمها إلى وزارة التخطيط لغرض الشروع بها هي مشاريع الماء، وعندنا مشاريع بقية المناطق اللي تحتاج إلى صرف الصحي، ومشاريع الطرق، ومشاريع البلديات اللي يعني دوائر البلدية ما مكتملة خدماتها. تقريبا الآن بدينا نكمل أغلب المناطق اللي تابعة إلى بلديات بغداد. تعلم إحنا عندنا تقريبا يعني كل الأقضية والنواحي التابعة إلى بغداد 44 بين قضاء وناحية، ولكن عندنا أقضية إحنا مسؤولين عنها لثمانية مع نواحيها اللي هي هاي مسؤولة عن محافظات تقديم الخدمات البلدية اللي هي قضاء المدائن وقضاء الزوراء وقضاء الزهور وقضاء استقلال. الزهور والاستقلال هاي بالحسينية والراشدية منطقة الحسينية والراشدية وقضاء التاجي وقضاء الطارمية وقضاء أبو غريب وقضاء المحمودية. ذني الأقضية مسؤولة بغداد أن المحافظة أن تقدم الخدمات البلدية، ولكن إحنا ما نقدم بس الخدمات البلدية، إحنا نقدم بقية الخدمات الأخرى لخدمات صحية. إحنا نبني مركز صحي في داخل العاصمة وخارج العاصمة، ونبني مستشفى في داخل العاصمة وخارج العاصمة، يعني داخل حدود أمانة بغداد وأطرافها. طيب. وعندنا أيضا نبني مدارس، الآن عندنا خطة في بناء عدد أكبر عدد نستطيع في بناء المدارس، وهنا نحط دوائر التربية. أي مد دائرة تربوية، الآن عندنا 6 دوائر تربية عامة مديريات عامة في التربية في بغداد، أي مديرية أكملت تهيئة الأرض المناسبة محافظة بغداد مستعدة لبناء المدارس اللي في هذه المناطق. ولكن أكو مشكلة تخص الأراضي، إحنا نتعاون مع مدير التربية في تصفية هذه المشاكل لبناء أكبر عدد من المدارس اللي تقوم بها محافظة بغداد. طيب اعتبار ذكرت أنه في مشاريعكم داخل العاصمة وفي أطراف العاصمة وهناك صلاحيات، يمكن أمانة العاصمة هي من لديها صلاحيات بخصوص خدمات بلدية داخل العاصمة، طالما كان أكو مشاكل بتداخل الصلاحيات وتضاربها وخلل بالتنسيق بينكم وبين أمانة العاصمة، انحلت هاي المشكلة؟ انحلت. هو أكو تقريبا نوع من التداخل في مناطق بين الحدود الأمانة وحدود المحافظة، ولكن بالتنسيق المشترك والتفاهم وعلى اتصال يومي مع السيد أمين بغداد، وما عنده كل مشكلة في أي، إحنا أغرضنا أن نقدم خدمة إلى مواطننا في بغداد سواء كان داخل أمانة بغداد وخارج أمانة بغداد. أنا اليوم كنت اتصال مع أمين بغداد في محلة 336 في منطقة القريعات التابعة إلى أمانة بغداد، وقلت أنا مستعد أي تطلب أي من عندي أي شيء أنه نتعاون سوية، تقديم تناكر، حالة مشروع، أي شيء تحتاجه أنه في سبيل تأمين المالية. أكو منطقة في منطقة القريعات اللي هي محلة 336 يسموها الزوية،
هذه آخر مناطق متطرفة بها مشكلة شحة ماء صار أكثر من أسبوعين. قلت له أنا حاضر في أي شيء تحتاجه أنه نتعاون في سبيل حل المشكلة. هذا مواطننا وهذا أخونا وابننا وآبائنا، يعني ما ممكن تخليه بدون مي. فإحنا متعاونين مع أمانة، ما عندنا مشكلة، ومجرد أنه تنسيق كيفية إعطاء الخدمة الصحيحة لهذه. سؤال أخير حول هذا الملف الأول، الموازنة إلى أي درجة تخدم البرنامج الحكومي الموضوع من قبلكم؟ يعني محافظات الوسط والجنوب مثلا كان عندها اعتراض واضح على توجيه أغلب المشاريع أو التخصيصات للوزارات دون المحافظات، ماذا عن العاصمة بغداد بأي اتجاه؟ يعني تم إعداد خلينا نقول مبالغ إلى العاصمة أو إلى كل المحافظات، وأعطيت جداول أخرى خلينا نقول تكميلية. كانت الجدول الأساس أنه 2 تريليون إلى كل المحافظات، وكل محافظة تأخذ حصتها حسب النسبة السكانية مع جداول أخرى. وأعطيت قسم من الصناديق، صارت أنه صناديق اللي تساعد في تسريع خدمات المحافظات. ولكن ماكو مدينة بالعالم أنه الأموال اللي ترصدها للحكومة كافية، لازم تكون أكو خلينا نقول جزء نقص معين تحاول تقدمه في هذه الموازنة أو بالموازنة اللاحقة. ولكن بصورة عامة أنه هذه الموازنة تعتبر موازنة تقديم خدمات، وحتبين يعني الصورة واضحة والخدمة واضحة في كل المحافظات وخصوصا في محافظة بغداد في كيفية إنشاء هذه الخدمات. محافظة بغداد الآن تعتبر إنجازها سريع لعدد المدارس، وأكثر كملنا أكثر من 250 مدرسة خلال الفترة السابقة. الآن إحنا الآن في صدد إدراج عدد أكبر من المدارس لاستيعاب أبنائنا وطلابنا في محافظة بغداد. سيادة المحافظ محمد جابر العطا، خليك ويانا وننتقل إلى ملف آخر يمكن يهم المواطن بشكل كبير، هو ملف المولدات. إذن مشاهدينا ننتقل إلى الملف الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ومرة ثانية نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو محافظ بغداد الأستاذ محمد جابر العطا. أهلا بكم مرة أخرى سيادة المحافظ. وموضوع يؤرق المواطن بشكل كبير هي المولدات والكهرباء. يمكن المولدات جت رحمة من جانب، ساعدت المواطن باعتبار هناك نقص كبير، الدولة ما تقدر تأمن الكهرباء الوطنية بشكل كامل للمواطن رغم أنها في تحسن نسبي. لكن بالنسبة للمولدات شنو ضوابط التشغيل حاليا، الأسعار المعمول بها حاليا بالعاصمة بغداد؟ خلينا نتكلم بشكل منصف نعم للطرفين. وزارة الكهرباء مو السنة العام أول العام نعم زين، احنا الآن 23 يعني مو بال 22 بال 21 وصل، وحتى 22 وحتى يعني 21 وأصعد 21 22 19 بالصيف يجينا تجهيز الكهرباء يعني نعرفها حوالي 8 ساعات فقط نعم و16 ساعة إطفاء 16 ساعة إطفاء. هاي 16 ساعة الإطفاء يتحملها بالمولدة نعم، ولولا هؤلاء المولدات احنا نعيش يعني بظلام. والكهرباء هو عصب الحياة اليوم، يعني كل شيء كهرباء. ولكن اكو تحسن نسبي خصوصا في هذه السنة وخصوصا في هذه الأشهر. يعني انا احكي لك كإنسان مطلع، من شهر الثاني والثالث والرابع وإلى 25 لعام 2023 نسبة تجهيز الكهرباء حوالي 20 ساعة باليوم.
باعتبار الجو زين وماكو استهلاك قوي، ولكن كان 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 الحمد لله حتى الان يعني الشهر السابع ودرجه الحراره لا باس بها جايك، ولكن الجو زين ايضا بالسنوات السابقه مو بس السنه الجو زين يعني. لا اسمح ما يخاف، لا انا ذني اشهر يعني، مو الشهر الثاني والثالث والرابع والخامس بال23 زين وبال19 وال20 و18 كان الجو مو زين بهاي الاشهر. اي الشهر السادس والسابع والثامن توقع، فذني الاشهر كان عندنا تجهيز الكهرباء ممتاز جدا. نعم. ومتابعه سيد رئيس مجلس الوزراء وجلوسه في محطات كهرباء، واكو نوع من التلاعب باطفاء الكهرباء. الان اليوم احنا 3/7 في 2023 احنا يصل معدل تجهيز الكهرباء 14 الى 16 ساعه باليوم. نعم. 14 الى اخر كل واحد نصف يعني واحد شو اسمه. فتجهيز الكهرباء يعتبر سنه لحد هذا اليوم، احنا ما نحكي على باكر بعد شهر، نحكي اليوم. اليوم تجهيز الكهرباء انا متابع مع دائره كهرباء بغداد 16 ساعه باليوم. وعد ضاعت 8 ساعات تتحملها ابو المولده. تمام؟ تمام. ابو المولده يعتبر عنصر هام ل خلينا نقول تعويض النقص اللي تقوم به دوائر الكهرباء. ان شاء الله نوصل الى يوم يصير عندنا تجهيز 100% ونخلص من موضوع المولدات. وين يودون مولداتهم؟ هي استهلكت وطلعوا فلوس الجماعه ماكو مشكله. في بغداد عندنا 14,000 مولدة، كان عندنا 7,000 يستلمون حصة وقودية، أنا أقصد بس تجهيز المواطنين. أي وصلنا للحصة الوقودية ما له علاقة ببقية المولدات الخاصة أو تجهيز قناة كوم لتجهيز المناطق، ما له علاقة بالمولدات لتجهز المواطنين بالشارع. نعم. نسميه إحنا السحب. أدي 14,000 مولدة إحصائية يعني دقيقة هذا. طبعا وهي إحصائية مسؤولة عنها وزارة النفط. طيب وزارة النفط ما يطلع وقود اذا ما يطلعون كشف ويعرفون وش اسمه يعني. هاي نقطة مهمة مال الحصة الوقودية 14,000 بس 14,000 كانوا العدد الذين يستلمون حصة وقودية لا يتجاوزون 7,000. في اخر اجتماع لي مع المحافظين داخل الهيئة التنسيقية بالمحافظات والسكرتيرية الهيئة التنسيقية بحضور دولة رئيس الوزراء تم الاتفاق، طبعا طرح محافظ بغداد انه اعطاء هؤلاء جميع الموجودين في بغداد والمحافظات انه ما يسلم حصه وقوديه راح يستلم بعد خلاص كل بعد ما عندنا عمر استلموا اغلبهم، واللي ما استلم هو مقصر عليه انه راجع وباليوم الاول يراجع يستلم حصه وقوديه. طيب اول البارحه طلعوا تظاهره اصحاب المولدات في جانب الكرخ، الكثير من عندهم قالوا احنا كذب الحكومه ما تعطينا حصه وقوديه ما نستلم غاز. لا والله كلام مو صحيح ومو صادقين، احنا الصادقين وزعنا 5,000 حصه وقوديه من هذول 7,000 وال 2000 مو بس بجانب الكرخ في كل بغداد. نعم. اكو فد خطا معين من قبلهم، اما انه مكانه مو صحيح، اما هو مراجع، اما تعهد ما سوى، اما اكو بعض الشغلات لازم اكو تعهد قباله ويجي يستلم هاي اموال مال الدوله. طيب. يعطوك وقود بسعر الرسمي، والان اصبح السعر الرسمي هو نفس السعر التجاري للعلم. كانوا هذا خاف يعني اقول لك انا اشتري غاز تجاري السعر الرسمي ب 400 والتجاري حوالي 500 مصارف، كان قبل 1,200,000. نعم. الان اصبح التجاري قريب السعر الرسمي بسبب السيطره على اسعار توزيع الوقود لكل هؤلاء الاولاد. احنا كان قبل اكثر من 10 ايام او حوالي اسبوعين كان 2000 الشهر السابع الكل كمل معاملته يروح يستلم حصه وقوديه من دائره توزيع المعروفه في بغداد توزيع منتجات النفط في كل منطقه يراجع قائم مقام او مدير الناحيه ويرتب اموره ويستلم حصه وقوديه 30 لتر لكل كيفي واحد، وبهذا يكون انتهينا من مشكله انه انا عندي وقود وانا ما عندي وقود. طيب الان كل اصحاب المولدات محسوبين انه يستلم وقود، ولهذا كنا قبل نحط سعرين اللي عنده وقود رسمي واللي ما عنده وقود رسمي، هسه ان شاء الله بعد. طيب حاليا بتظاهراتهم باضرابهم يطالبون برفع سعر الامبيريه المبيوع للمواطن، البعض منهم طالب انه يجب زيادته الى 20,000 لانه الاسعار الموضوعه من قبلكم، يقولون انه ما تصرف طبعا ده نخسر. احنا هذا كان اجتماع مع كل الوحدات الاداريه 44 واحد بحضور مدير متابعه مكتب رئيس الوزراء وعدد الملتزمين
بتشعيرة المولدات 90% و10% مخالفين. لكن المتابعين فعلا هم ملتزمين؟ طبعا عندكم متابعات؟ متابعة من كل الجهات، من الأمن الوطني، نعم، مكتب رئيس الوزراء، من المختارين، من الأقضية والنواحي، من المحافظة، عندنا تقارير يومية. احنا قبل ما نحكي عن المخالفين اللي مدى يلتزمون بهذه التسعيرة، انتم قايسيها بشكل علمي دقيق، اقتصادي دقيق، انه سعر الأمبير راح يكون منصف للمواطن ولأصحاب المولدة؟ احنا اكو دراسة، نعم، ايش قد الكفاءة وايش قد صرف الوقود لكل كيفي، موجودة دراسة موجودة، واي واحد يجي المحافظة موجودة عندنا، وعدنا معاون محافظ لشؤون الطاقة، وكل الدراسة موجودة كيف يحدد السعر وايش قد كفاءة المولدة، واكو كفاءة يعني استهلاك الوقود، والاستهلاك يختلف بالشتاء عن الصيف، كل هذا محسوب. هو مسؤول يحدد السعر، انتم محددين انه مسؤول وحدة الإدارية عنده صلاحية تحديد سعر الأمبير بما يتلائم من ساعات التجهيز او كميات التجهيز والزام الوحدات الاداريه بالتنسيق مع القوات الامنيه لضبط الاسعار. لا، مش الوحده الاداريه ما مخول ب 11، السعر يطلع مركزيا من قبل محافظه بغداد من المحافظه بحضور جميع الوحدات الاداريه، ويتفق على السعر كل الوحدات الاداريه قاعدين مع مدير عام كهرباء بغداد، مع توزيع منتجات النفطيه، وكان بحضور مدير متابعه مكتب الوزراء، ونحط سعر ونحسب احنا شلون نحط سعر. أولاً كرباجل عن تجهيز، نفهم نعرف جد معدلات تجهيز السنوات السابقة، جد معدلات تجهيز للأشهر السابقة، نعم، جد حيكون عندنا، ولهذا قدرنا أنه حيكون تجهيز 12 ساعة، ولكن لحد هذا اليوم التجهيز من الكهرباء الوطنية 16 ساعة، وهذا يعتبر في صالح أصحاب المولدات، ولهذا تم سعرنا تحديده من قبل كل هذه الجهات، وهو الآن تلقاه متوافق مع كل المحافظات المجاورة، مو بس بغداد. ثانيا احنا الان عندنا المحافظات هي اصلا اسعارها مناسبة قبل ما تبدي هاي الحملة، والغاز نفس الغاز، والمولد نفس المولدة، وساعات التجهيز وساعات الجوز، احنا بغداد احسن بقية. طيب ليش بغداد ما ملتزمين؟ حتى جانب الكرخ يختلف عن جانب الرصافة، بالرصافة يمكن ملتزمين أكثر، الكرخ ليش ما يلتزمون؟ شنو الفرق؟ بالله شنو يعني حرارة بالرصافة أكثر من الكرخ أو الكرخ بالرصافة؟ ليش يعني؟ ما أعرف، أنتم متابعين، أنا دا أسألك. والله بالمناطق الشعبية أكو شوية ضغط عشائري، وأكو خلينا نقول يعني الناس يعني ما يقدر يتمرد بسهولة، ولهذا كل ما تكون المنطقة فقيرة أكثر من ناحية تقديم الخدمات، وهم أغنياء بنفوسهم وبطبيعتهم وبقيمهم. ما أغنياء مو فقراء، ولكن كمنطقة بتقديم الخدمات يعني، نعم، أطراف بغداد تقديم الخدمات أنا أسميها فقيرة لجد اللي هذا واقع. زين، هذه المناطق تلقى أبو المولدة ملتزم، يعني تصور أبو المولدة هاي الأشهر يشغل المولدة ما تعطي كهرباء أو يخسر، يطلع من بيته ويدب على المولدة، لا ماكو حد يقبل، ولكن الربح هؤلاء جشعين بصراحة أقولها، أكو إمكانية أنه يكون جشع، احسنت، اكو امكانيه طيب. يكون جشع ومساعدي وقاعد يطلب 25 و20 في حين 14 وفي 90% من المولدات عندنا ملتزمين 100% 90%، لكن ولكن شكاوى المواطنين يعني اغلب الناس يقول مولدته ما ملتزمه بالتسعيره، ابو مولده واحد الشهر اخذوا، اذا تسمح لي، اخذوا 18 بينما التسعيره ايش قد كانت 14، نعم، و18 واخذوا 20000 واخذوا 16000، اكو مخالفين والان اكو عقوبات عليهم من اقطار الحصه الوقوديه، والمفروض اكو في التعاون، بس الحصه الوقوديه اكو المفروض تعاون، يعني احنا من دائما نطالب يعني حقيقه الاجهزه القضائيه أن يشدد العقوبة عليهم، لا تكون أنهم يعني يأخذ تعهد يطلع وش اسمه. إحنا عندنا يعني مثلاً قائمين دعوة على أحد المولدات، ويعني مسوي له غرامة بسيطة، ولو بالمرة أولى مرة ثانية تكون اللي يعني تم القبض عليهم بالشهر الماضي، وتم تصويرهم وشفناهم بأخذوا تعهدات وطلعوا، إذا كرروا المخالفة يصير عليها عقوبة أشد. يعني التعهد مو فشيء يعني روتيني، لا، اكو على عقوبه اشد، ولكن احنا نريد تجديد عقوبه في سبيل يكون رادعين لبقيه. ليش هذا ابو المولد اللي قلته انت بالرصافه ملتزم وبالكرخ مو ملتزم؟ طبعا هي مو كل الكرخ العلم، مو كل الكرخ ولا كل الرصافه، بس 90% من كل بغداد ملتزمين. والان تقدر تروح تسوي لك جوله مع قناتك، اخذ كاميرا وروح الى منطقه الحسينيه، روح الى منطقه ناحيه جسر دياله، روح الى مناطق الرصافه، روح الى بغداد الجديده، تلقى 90%، روح للزعفرانيه
ولكن لا روح للكرخ. للكرخ ايضا عندنا مناطق ملتزمه بالكرخ، عندنا مناطق اكو مرات هم خل يكون واحد منصف من يتكلم، اكو مناطق سوء تجهيز الكهرباء بهذا المناطق، اكو مشكله المفروض حلها اللي هي منطقه الشرطه الرابعه والخامسه ومنطقه التراث واقسام حي الجهاد، وهي اطراف اللي خلينا نقول يعني في تابعه لناحيه المامون. طبعا ناحيه المامون تعدادها 1,200,000، ناحيه المامون تعادل محافظه. اي مناطق هاي؟ هذا ناحيه المامون خلينا نقول اللي هي البياع والدوره وكل هذا جانب بلديه الرشيد. الرشيد كل هذا المناطق اللي هي سيديه بياع دوره شرطه، هاي المناطق اللي الى وصول الى منطقه المغرب. زين هذا المناطق يعني الفاصله بين المنصور وبين المحموديه كلها، ومن الدوره تسمى ناحيه المامون كذا اكبر كثافه سكانيه موجوده عندنا، ولكن عدد وحدات الصيانه 5 مقارنه هي تعتبر محافظه. هاي الناحيه من حيث السكان تعتبر محافظه، ايراد تجهيز عدد الصيانه اكثر، ايراد اهتمام من دائره كهرباء بغداد الكرخ بهذه المنطقه اكثر، لانه يصل قسم بها يعني شحه في توزيع الكهرباء او تجهيزهم بالكهرباء، يجب تعويض هذه المناطق في سبيل السيطره. لا ان كلش احنا يعني نجور على اصحاب المولد، يجب هذه المناطق اللي بيها شحه تجهيز كهرباء انه تعوض. ليش منطقه يصير بها تجهيز 16 ساعه وهذه المناطق يوصل 8 ساعات؟ هذا المفروض لانه اكو خلل بالمنطقه، مو باصل التجهيز في بغداد، اصل التجهيز ما عندنا مشكله، اكو خلل معين مناطق يمكن ما ترى عليها مناطق التجاوز يعني توزيع اكو تجاوزات. نعم. توزيع الاحمال واضافه محولات بعد وتنتهي المشكله. شويه دائره كهرباء بغداد الكرخ المفروض تهتم بهذه المناطق في سبيل انصافهم. طيب. وهذا ضرر طبعا. ابو مولد احيانا عنده 1000 مشترك او 500 مشترك، هو ابو مولده واحد 500 مشترك كانه عندك 500 مشكله، هي مولده واحده من 14,000 مولده. فانت بتشوف عدد المشتكين، ف 500 واحد تصور عندك يعني 500 مشكله لمولده، اذا 10 مولدات 5,000 مشكله، هي 10 مولدات ولكن في منطقه واحده. رغم الشكاوي والمشاكل الموجوده عند المواطنين من اصحاب المولدات، بدا يلقون حل، يعني عدم التزام اصحاب المولدات بالتسعيره الموضوعه من قبلكم في اي منطقه كانت، يتصل على الامن الوطني مدى يلقى حل، يتصل على الشرطه مدى يلقى حل. والله يحتاج انه حمله يعني شهريه مثل اللي سواها اللي شاهدناها المقدم عزيز ناصر او عقد عزيز ناصر وتصوير ويفتر هو والقوات الامنيه على المولدات كل شهر. الحمله مستمره وغير متوقفين، وعندنا مخالفين وعندنا عقوبات وعندنا اجراءات بحق اصحاب المولدات المخالفين، وهؤلاء لا يؤثرون على كل بغداد، بقيه بغداد الله يجزيهم الف خير اصحاب المولدات ملتزمين ومؤمنين المحافظه 100%. والان اذهب الى اي منطقه ما تلقى عندك يعني خلينا نقول طب البيت ما تلقى به كهرباء، لو كهرباء وطنيه لو مولده، وما عندنا مشكله حقيقيه. وقلت لك الوقود الان قام يجهزون 30 لتر لكل كي في، وكان هذا ما موجود. زين والان اصبح بالسعر الرسمي، وما عندنا مشكله كبيره عدا منطقة بسيطة ممكن مساعدتهم إذا كان أكو نقص بتجهيز كهرباء، وممكن حل موضوعهم إذا كان ما يستمر حصة وقودية، ولكن هذا كله غير مسوغ لأخذ سعر جباية أكثر من السعر الرسمي لحد محافظة بغداد. طيب الملتزم شنو قدام المواطن يسوي؟ أكو يعني اتصال بالقائم مقام أو الوحدة الإدارية أو الأمن الوطني، واكو عقوبات ممكن اتخاذها. والان يعني جميع الجهات متواصله ويانا يعني حتى متابعه مجلس الوزراء، وبناخذ عقوبات وممكن تعرض نفس القضاء والعقوبات. طيب بدايه الملف عن المولدات والكهرباء ذكرت كان اكو تلاعب باطفاء الكهرباء. تلاعب باطفاء الكهرباء من خلال جولاتكم. شنو هذا الموضوع باختصار اذا تسمح؟ هذا كان انه قسم من السيطره الكهربائيه في البرمجه قبل نهاية الشهر 4-5 أيام يطفون. فعلا واقعي هذا الموضوع؟ واقعي. اتفاق مع الأصحاب المولدات؟ نعم نعم واقعي. وذول عندهم جروبات وهيئات وموسيقيات وروابط في سبيل أنه خلينا نقول يعني لو ذراع الدولة. ولكن ما ممكن يعني هاي الدولة قائمة وماشية، والآن أكو أجهزة، والآن يوميا نتقدم بالخدمات، وقلت لك الملتزمين أكثر من 90%. ولكن هؤلاء المخالفين في جلسه واحده لدوله الوزراء في المحطه، وتم يعني تم السيطره على الموضوع وتابع، حتى سال المحافظين بشنو، قال شنو متابعتكم؟ قلنا لا اكو فرق واضح،
وتم السيطرة على هذا الموضوع وتم معاقبة المخالفين، وإن شاء الله أكو تحسن خلينا نقول في الأيام القادمة. إحنا نأمل وزارة الكهرباء إنه زيادة يعني إجراءاتها ومشاريعها في سبيل الإنتاج يغطي كل المحافظات، وخصوصا العاصمة بغداد هذه عاصمة ولا يليق بها يكون الكهرباء مطفي. إحنا الآن وصلنا 16 ساعة، إحنا نوصل 24 ساعة وينتهي هذا الملف. محافظ بغداد الأستاذ محمد جابر العطا، كنت ضيفا كريما علينا سيادة المحافظة، شكرا لك وأشكر الجزيل كذلك لكم مشاهدين الكرام. إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكريم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.